في الولايات الداخلية المظاهر المختلفة لاستقبال المواطنين لعيد الأضحى المبارك. التقرير التالي يتناول صلاة العيد في مدينة كيف. في هذا اليوم المبارك تتوجه الجموع إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وأبرز الإمام في خطبته بمدينة كيف خصائص عيد الأضحى، مذكرا بضرورة التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد انقضاء صلاة العيد بدأ ذبح الأضاحي في هذا اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون في العاشر من ذي الحجة بعيد الأضحى المبارك. نهار مبارك وتنتهز فيه الناس الفرص، المسلمين تنتهز فيه الفرص، يؤخذ فيه المعروف، يؤخذ فيه التراحم بالمؤمنين. هو عماد الدين، ما نقدر نمثلوه بشيء سوى شنو هو من امور الحياه. لا يسبق رقاش اليوم خالته وعمته وخاله زحاف والله اعمام ما دخل عليه في بليده وصار رحيم. العيد عيد اجود واجمل وتراحم والتعاطف والتماجز والتخاوي. على كل المسلمين التسامح في هذا اليوم العظيم وزيارات الأقارب وصلة الأرحام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعلينا أن نتراحم مع جيراننا وكذلك نزور أقرباءنا في هذا اليوم العظيم ونتسامح. ويحرص المسلمون في هذا اليوم على صلة الرحم وترك التباغض والحسد والكراهية ومساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين. ونتحول إلى غرغل، حيث واكبت بعثة الموريتانية مظاهر الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك من خلال المظاهر الدينية المتمثلة في شعيرة صلاة العيد. هذا هو المشهد العام الذي ساد مدينة كيهيدي لليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك. هنا في هذه الساحة الواقعة بين حيي كاتاغا وتولدي أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، وأما المصلين فضيلة الإمام يوسف دامبا جاغانا الذي ركز في خطبته على التعريف بالأضحية مبينا أنها ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى المبارك تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما بعد يا عباد الله، قد أوحى الله تعالى إلى سيدنا الخليل في المنام أن يذبح ولده إسحاق أو إسماعيل، فهم في اقتياد اليوم بذبحه، فنزل الفداء فاستبشر وصارت الأضاحي على الوجوب وغيره على السنة كما يروى عنه ويؤثر، واتفقوا أن المحافظ بها المسلم الحر القادر، والقادر عند مالك من لا يحتاج لثمنها في عامه. وحث فضيلة الإمام المصلين على التسامح وصلة الأرحام في هذه الأيام الطاهرة المباركة، مبينا أهمية التلاحم والتعاطف بين المسلمين وتصفية النفوس وإحسان الضعفاء، لتحل مشاعر الأخوة الإيمانية الصادقة محل الخلافات والعداوات وغيرها من المسلكيات المنافية لقيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف. وفي ولاية البراكنة تابع فريق الموريتانية أجواء العيد من خلال جولة في السوق المركزي بمدينة ألاغ راصدا الحركة التجارية في هذه السوق. يشهد السوق المركزي في مدينة ألاغ عاصمة ولاية البراكنة خلال أيام عيد الأضحى المبارك نشاطا كبيرا وحركية اقتصادية تتجسد في عرض البضائع على أجنحة الطريق المؤدي إلى وسط المدينة، حيث يتجول المواطنون بين المحلات التجارية لشراء المستلزمات والحاجات الأساسية لهذا اليوم المبارك. وعيد تبارك الله عيد الأضحى زين الناس قاع كامل ولا خاسر شي عليك نحن بعد الناس تبارك الله العيد مفترحه بي تبارك الله غاية الفرح وزين ما شاء الله ويا الراس وخالق مالي تبارك الله البيع فيه ياسر من البيع تبارك الله وعيد تبارك الله عيد الأضحى زين الناس قاع كامل ولا خاسر شي عليك نحن بعد ثلاث اليوم نشريات العيد يعني نشري اللباس مرصة اليوم فيها اللباس وفي العليات وفي الناس كامل. يستقبل السوق المركزي هنا بمدينة ألاغ الساكنة في المدينة والمناطق القريبة منها، ويتوفر على مختلف البضائع التجارية خاصة الملابس بأنواعها المختلفة
ويرى بعض المواطنين الذين التقتهم كاميرا الموريتانية أن تزامن عيد الأضحى المبارك هذا العام مع الموسم الانتخابي يساهم إلى حد كبير في ازدهار المدينة وتطور حركتها التجارية. طباعا يعني حركة السوق طباعة جيدة إن شاء الله، مع أنه يزامن مع الحملة يخص ما يخص الحملة سواء الحملة الانتخابية، مع أنه بعد ما شاء الله زين، مع أنه عيد زين ما شاء الله، بضايع ما شاء الله لا متوفرة ما شاء الله، الناس تجي مع الصباح تميل المساء مولي فيش جدا حميس. هو إذا نشاط دؤوب وحركية اقتصادية ألفها الساكنة في ألاك طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، فالحصول على حاجيات هذا اليوم يتطلب زيارة السوق والاطلاع عن قرب على أسعاره، ويظل مستوى الإقبال يختلف في ساعات النهار حسب اختيار الزبون. وفي مدينة سيلبابي استقبل السكان عيد الأضحى المبارك وسط أجواء ديمقراطية عرفت فيها الحملة الانتخابية حركة أنعشت النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات التجارية. سيلبابي بين العيد والحملة في التقرير التالي. الأمطار والحملة والعيد عوامل ثلاثة شكلت مجتمعة ديناميكية أحداث متوازية جعلت المواطن في سيلبابي يعيش اللحظة بين رحمة المطر وزحمة العيد وزخمة الحملة. سيلبابي زين ورك بجواء العيد وجواء الحملة قاع زينة، حتى حركاتها والشغلة فيها زينة الحمد لله. سوق الملابس شهد إقبالا لم يألفه منذ زمن، خاصة من لدن الشباب الراغبين في مواكبة الموضة، كما هو الحال في محلات بيع هواتف الجوال ومستلزماتها. اليوم الحمد لله المدينة ما قد تتوخر من الطريق بها، فتبارك الله اكتظاظ الناس واكتظاظ السيارات واكتظاظ العامة واكتظاظ من البضائع من شتى أنواعها، وهذا في حد ذاته جو ملي يسوده الأمن والسكينة والتراحم. عيد سبعة ما شاء الله الناس راي جايين بياسر ما شاء الله الحمد لله. قرفة جات نبي لباس شاشر ونعيل شاشر ملي. ولم يغب التأثير الإيجابي البين للحملة الانتخابية على الانتعاش الاقتصادي الذي عرفته أسواق سيلبابي والذي تجسد هنا في كذا مشهد. تبارك الله الناس ياسر وفيتها الفضة كاملة سمعتوا، والحال مترحم. هذا بالنسبة للصوت الناس كاملة تبارك الله كل شيء، والدبات قاعد ذوك هو شاهد عليه الصوت. بالنسبة لجو الحملة انكراو الوتات قبال وانكراو تقصات. الباعة العاديون وموزعو اللحم المشوي الساخن وباعة الخبز الطبيعي تذوقوا طعم العيد الممزوج بمرق الديمقراطية، وتحدثوا بشهية الفاكهة عن سيلبابي هذه الفترة. الحملة زينة ما شاء الله، مزينوا لا أجواء العيد لباس لا لباس لا معقولي لا هذا لا لباس لا نبيعوا بعد الحمد لله. الحم يفرق الحمد لله، تو ما دام يفرق ولا يقدر لا يسلك ما دام ما فرق الصا وذاك محيلي. سابق الحملة سابق وجيري كنا تقريبا الواحد من عدل لا زجيبة نص سبعة ضرك ساعة حركة الحملة ما شاء الله تنبوري الخباطيني دود العاشرة. الحنة التقليدية وما تحتاجه المرأة من الزينة في العيد شكلت هي الأخرى جزءا لا يتجزأ من بانوراما المواسم. شغلة العيد هون زينة ما شاء الله، سقاق بدل التعليم والدبي بشهر تعليم وكجدي بخمس تعليم. حلاقة الرجال وإن كانت أقل وقتا وأخفض ثمنا من تسعيرة الحنة كانت أيضا المرآة التي عكست حجم المشهد العام للمدينة. ان شاء الله عيد زين ان شاء الله، عند عيد مبارك ما شاء الله زين. يا غالت ان شاء الله لي عسل الانواع عسل الموضة طاري ذلك فيها باريتولي فيها كوارزما فيها ميمار فيها كامل فيها مول الحلاقة مسؤولية. هو إذن كوكتيل من العمل الدؤوب الذي واكبت به مدينة سيلبابي مستجدات الساحة الوطنية. ونتحول إلى ولاية إنشيري ودائما في متابعة لأجواء العيد، هذه المرة محمد لمين والعبد الودود يرصد لنا أجواء هذه المظاهر وجانبها الدينية وحركية أسواق المدينة.
هكذا بدت مدينة قجوجت صبيحة عيد الأضحى المبارك إلى أسواق المواشي حيث تناهى الأهالي من أجل شراء أضحية العيد. يعج السوق بالباعة والمشترين وإن كان التباين في الأسعار قائما حيث يشكو البعض من ارتفاع الأسعار مع كثرة الطلب وهو أمر للباعة فيه رأي المغاير. لقنا سبب وعرف الزمن لا الجفاف الصيف وتجي الفترة لا نواكشو ولباس بعد لا بعد ما هو عارف بالنسبة قاعد كان موقع عنها إن هي كانت جفاف والحش ما هي بقى. الحمد لله بعد الناس اللي جابوا الأعياد ما هي الهون كانت طاب علي ولا هو بعد المولد الحمد لله وعرحت الحيوان هنا تيجي تبارك الله ياسر يا ياسر وهذا اللي جاي من الأحياء سمان تبارك الله حيوان زين والناس هم اللي خارجة تبارك الله تشري من قد تسعير وهذا الكباش العاليين يبانوا ينباعوا بستين ويقضي إلى 50 55 العاجل اللي منهم عالية تبانوا بخمسة وثلاثين 36 قدم اليوم أتيها أسعارها طالعة 25 الكباش 45 العاجل 46 40. إلى ساحة الصلاة وسط مدينة قجوجت توافد الكل لأداء صلاة العيد. جموع من مختلف الأعمار والأجناس أدوا الصلاة خشوعا واقتداء بسنة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان اليتيم ترجمه الضحية ترجمه الضحية فما بال غير اليتيم، فعلينا أن نجتهد في هذه الضحية وأن تكون كاملة الذات طبقا للمواصفات المطلوبة لا عيب فيها. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. فضيلة الإمام حث جموع المصلين على الاقتداء بالسنة المطهرة والهدي النبوي الشريف بعيدا عن الإسراف والتبذير، وأبين الإمام الطرق المثلى لذبح وضحية العيد. ويشكل عيد الأضحى فرصة لإبداء البهجة على الصغار وصلة الأرحام والتزاور بين الأهل والخلان.